حالكم مشاهدين الكرام، ورحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. أن تصاب بأزمة قلبية، هذا عارف قد لا تعود حياتك بعد هذه الأزمة مثل ما هي كانت قبلها. كثير من الناس تجهل المعلومات الأولية للأعراض الأساسية اللي ممكن تنذر بحدوث ما يسمى بالذبحة الصدرية. فاليوم اختارينا أن نتحدث عن هذا الموضوع، وراح يشاركني الحديث الدكتور علي سمير اختصاص الطب الباطني. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. يا هلا بحضرتك دكتور، نورتنا. الله يخليكم دكتور. الذبحة الصدرية والجلطة القلبية واحتشاء عضلة القلب، هواي ناس ما تفرق بين هذه المسميات الثلاثة، لكن احنا اكيد كأطباء نعرف انه اكو فرق بيناتهم بالأعراض، بالتشخيص، وحتى طريقة العلاج وطريقة إكمال الشخص لحياته ما بعد حدوث هذا الطارئ. فاليوم اختارينا نتحدث ويا حضرتك عن الذبحة الصدرية، شنو نقصد بهذا المصطلح؟ نعم، اولا يعني نحب نشكر حضرتك دكتوره رشا على حسن الاستضافه، نشكر قادر قناه كربلاء لحسن الاستضافه والاستقبال، وعشتيتكم على هذا البرنامج الجيد اللي يخلينا اقرب للمواطنين حتى يتعرفون اكثر على الحالات المرضيه وكيفيه التعامل معها وطرق الوقايه ويتعاملوا معها بشكل صحيح. اولا بالنسبه يعني احنا مثل ما قلنا لازم نعرف المرضى شنو هي الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه احنا هو اهم يعني شغله نعرفها بهذه الموضوع انه هي عرض وليس انه مرض. الذبحه الصدريه هي الم يحدث في منطقه الصدر نتيجه قصوره الشرايين التاجيه، طبعا يعني راح يقل تدفق الدم الواصل الى القلب المحمل بالاكسجين والمواد الغذائيه. بهذه الحاله راح يصير عندنا ما يسمى بمصطلح الذبحه الصدريه. اوكي، احنا دائما الناس كلها تعرف انه القلب هو مصدر ضخ الدم لكل اجزاء الجسم. صحيح. هو اللي يغذي الجسم كله بالدم اللي يحتاجه، بالتالي ياخذ ينطي الاكسجين والغذاء وياخذ الفضلات وثاني اكسيد الكربون. لكن اكيد هذا القلب هم اكو شيء يغذيه، اوكي؟ نعم. لانه على مود يبقى هو حاله حال باقي اجزاء الجسم. مضبوط. حتى يبقى مستمر بالحياه. مضبوط، صحيح. ذكرت لي مصطلح الشرايين التاجيه. صحيح. هاي هي اللي توصل الدم للقلب. هي تعتبر الجزء الرئيسي في توصيل الدم الى القلب، الشرايين تاجية مثل ما موجودة الموضوع. خلينا نشوف هذه الصورة. صحيح. اللي هي تبين تشريح القلب والشرايين أو الأوردة الدموية اللي تغذي. نلاحظ إنه الأوردة اللي موجودة والشكل الموضح عندنا هنا، البطين أيضا، الشريان التاجي الأيسر والشريان التاجي الأيمن، هذه اللي تعتبر الشرايين الرئيسية اللي تغذي واللي توصل الدم اللي هو محمل بالأكسجين والأغذية الضرورية حتى تبقى تحافظ على عضلة القلب. زين. احنا بالذبحه راح يصير الخلل هنا بهذه الشرايين التاجيه؟ نعم، ممكن يصير هو هذا القصور به يصير، يعني يصير قصور بتوصيل الدم المؤكسج احنا نقول عليه. أي. المحمل بالاكسجين اللي يوصل للقلب. اوكي، قصور يعني بدها تشتغل بالطريقه التمام او الطريقه المضبوطه اللي حتى تخلي هذا القلب يبقى. صحيح. يضخ الدم بالطريقه المثلى. خلي شويه يعني نتقرب اكثر شنو معناته. احنا في بعض الاحيان الشريان مثل ما يكون، خلينا نقول من نشوفه بمقطع يعني اعتيادي، الشريان مثل الانبوب، هذا الانبوب يكون مفتوح يوصل بيه الدم بصوره صحيحه، لكن اللي دي يصير بمرضى اللي ذبحه الصدريه دي يصير ترسبات على الجدران الداخليه للشرايين من الكوليسترول والدهون، فتبدي هاي المنطقه او الانبوب اللي موجود هذا يبدي يقل شوي شوي. طبعا هاي هنا موجوده بتحضير الصوره كلش موضحه وتبين عندنا. أوكي. يبدي يقل تدفق الدم. طبعا الذبحه الصدريه بها انواع، يعني احنا نقدر نشرح عنها ونبينها. هي هو احنا نريد اكيد نحكيها اليوم بكل التفاصيل حتى اللي يشاهدنا تصير عنده فكره كامله، لكن اكيد ايضا نسمح للمشاهدين الكرام انه ان تشاركونا بمحور حلقتنا لهذا اليوم عبر ارقام حتكون متاحه امامكم. اوكي، ارجع ويا حضرتك، وهذه الصوره اللي انت قلت لي عليها انه هو تبين لي الموضوع، هذا الوعاء الدموي او هذا الشريان. نعم. هذه باللون الاصفر هي الكتله اللي عاده تكون من الدهون. الدهون هو ترسبات الدهون والكوليسترول بالجدران الداخليه للشرايين مثل ما موضحه هنا. زين. بس طبعا احنا حتى يعني اكو مصطلح احنا يمكن حضرتك طرقتي الى بالبدايه انه شلون نعرف انه هذا هل هي ذبحه صدريه او جلطه. نعم. قلبيه. نعم. بالبدايه احنا مصطلح الذبحه، احنا قلنا مصطلح الذبحه الصدريه هو عرض وليس سبب. ممكن الذبحه الصدريه تتاول بعدين تكون تصير انه ازمه قلبيه او سكته قلبيه، طبعا ممكن يكون هذا الشيء. بالبدايه الذبحه الصدريه يعني احنا خلينا نقول اهون هن الذبحه. نعم، اهون هن الذبحه. طبعا ذبحه اهون، رغم كلمه يعني شويه تستصعبها اني نقولها. أوكي. للمريض من يجي ذبحه صدريه، لكن احنا حتى نفهم هالشيء ونتطرب الى اكثر راح نقسم الهياء. نقول احنا عندنا الذبحه الصدريه تجيك يعني على عده انواع، ممكن تكون الذبحه الصدريه المستقره. نعم. اللي احنا نسميها ستيبل انجينا، الذبحه الصدريه الغير مستقره اللي هي انستيبل انجينا، وكذلك عندنا الذبحه الصدريه المتغيره اللي هي برينزميتال انجينا. نعم. بالنسبه يعني للذبحه الصدريه المستقره يعني المريض راح يعاني من الم بالصدر، لكن
تحت ظروف معينة، يعني المريض من يسوي مثلا جهد معين أو توتر أو مثلا يسوي رياضة معينة، هنا الدم اللي راح يحتاج القلب راح يكون أكثر، بما أنه الأنبوب عندنا يعني متضيق فراح يبدي الدم اللي واصل إلها صورة قليلة. أوكي، قلت لي أنه صارت عنده أعراض لما سوى أي جهد هو نعم. عنده تضيق. خلينا نشوف أول اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. شلونك؟ شو أخبارك؟ كل الهلا بيك، تفضل. شنو سؤالك؟ سؤال. أي نعم. من آكل يعني آكل حلا؟ أي. أو آكل يعني شيء يعني لحم. أدوخ يعني. الحلا واللحم. أوكي. إيش قد عمرك؟ إيه بالحلا. ها؟ إيش قد عمر حضرتك؟ أنا عمري 16 سنة. 16 سنة، ما عندك أكيد يعني فد أمراض معينة؟ لا فيش، ما عندي. زين، ده يصير عنده دوخة لما يأكل. العفو، ماذا يعني؟ شو السؤال؟ عمره 16 سنة أحمد ديوانه. نعم. ده يصير عنده دوخة ورا ما يأكل حلا أو يأكل لحم. تمام. تمام. هو عمره 16 سنة ما يعاني من أمراض مزمنة. يقول ما يعاني من أمراض. تمام. يعني هو من يصير يعني الانسان من ياكل حلويات خصوصا الفتره هاي اللي يصير عنده دوخه بيها يصير انه ممكن افراز بالسيروتونين، تدرين هذا يعني مراكز السعاده في يقولون احنا ممكن هذا يصعد عنده السكر في هذه اللحظه زين. بس هل انه عنده سكر او لا مو شرط يعني. احمد، انت مسوي تحاليل تحليل سكر مثلا تشيك؟ لا، راح الاتصال يا احمد. اوكي، قلت لي انه معناها هذا يصير عنده جزء خربطه بمستوى السكر، ممكن مستوى السكريات في لا، فيعني هو ضروري اولا احنا لازم نعرف انه احنا ما لحقنا اصلا نسال انه بالضبط هو كمية. انا بصراحه ما سمعت السؤال مالته يعني ما وصلني. بدنا نعرف اولا هو البنيه الجسمانيه مالته اكو عنده سمنه او لا، هل عندهم تاريخ مرضي اذا كان عنده سكري او لا، متابع او مسوي تحاليل سابقا انه السكر الاعتيادي، هاي ضروريه خصوصا في اعمار فحتى نقدر نتداخل وياه اكثر ونقدر نعطي تحليل الحاله مالته. تمام، اتمنى ان يتصل مره ثانيه حتى ناخذ منه تاريخ المرض. عاشت ايدك. قلت لي انه الذبحه المستقره ممكن نعم. الشخص اللي عنده مشكله او تضيق او ترسب بالاوعيه الدمويه مالته بالشرايين لما يبذل اي جهد مثلا ممكن انه تصير عنده هاي الالام. طبعا احمد رجع ويانا. الو احمد، تسمعنا؟ أنا عرفتك يا سمعت. أول شيء أريد أسألك كم سؤال، إنه أنت سمين لو ضعيف؟ لا والله سمين. سمين؟ إيش قد وزنك يعني؟ يعني 105. 150؟ 105. 105 وأنت 16 سنة؟ لا هذه يعني وطولك إيش قد؟ أنا طولي 155. يعني هسه انت وزنك يعني ضعف تقريبا المفروض اللي انت تكون عليه. ايش قد 155 يقول طولي. طوله 155. يعني هو بصراحه نسبه البي ام اي مالته يعني نسبه الطول للوزن كلش عاليه. هنا ممكن تكون عنده ممكن يكون عنده اساسا بادي مشاكل بالسكر، هو يدرس السكر ومقاومه الانسولين اكيد تلقاها عاليه عنده كلش. يعني يصير عنده مشاكل مرات. احمد انت مراجع طبيب؟ لا. اي والله مراجعت. اي شو لك فحوصات؟ مزوجه بالدم. مزوجه بالدم؟ انت حضرتك مدخن؟ اي احمد بس وخرني من التلفزيون بلا زحمه عليك، اسمعني مباشره. الله يسلمك. يعني مرات كان سؤال دكتورك يعني معاني تبتعد احمد بالضبط. اي خل اسمعك. الو يعني أنا أي بني هسه أسمعك أول. أوكي يعني أنا متزوج أي يعني من يعني أحاول يعني أجاهد ويا خطيبتي زوجتي دكتور أكيد يعني هو هيك وزن كبير هيك صغير يعني أكيد إنه مشاكل تصير له هواي صحية طبعا مطمع. هو زيادة الوزن هذه واحدة من الأسباب الرئيسية ممكن تكون عرضة للإصابة بالسكري طبعا. ولذلك إحنا ننصحه إنه يراجع يعني طبيب مختص حتى يقدر يكتب له تحاليل ممكن يكون عنده مقاومة إنسولين يؤدي تحاليل ممكن سكر التراكمي وكذلك تحاليل الدهون ممكن إذا عنده تاريخ عائلي أيضا طبعا الوزن ضروري جدا إنه يحافظ عليه طبعا أكيد طبعًا. ويانا اتصال. ألو ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهلا. الله يخليكم بارك الله بيكم. الله يسلمك. تفضل دكتورة بلاد أحمد. جاي يصير عندي حكة كلش قوية بطرافي جعب رجلي ساعات فخذي فوق الإيد يعني شنو السبب ما أدري راجع الدكاترة أنطوني هيش حبات ناعمة بس ما منها كل فايدة
يا ما اقرب اخاف عندك قلب لا سمح الله في شغلات انسداد شرايين. اكو مشكله ممكن تصير طفح جلدي لها علاقه بالامراض القلب مثلا او اسباب باطنيه قليله عدا اذا كان ياخذ حبوب خاصه يعني معينه يعني يصير عنده تفاعلات نتيجه الحبوب، لكن انه تسبب حكه لا يعني صعب انه الامراض القلبيه تؤدي الى هيك شيء. انت مراجع بس اطباء جلديه ابو سجاد؟ اي نعم. راجع الدكتور قال لي يصير عندك هيك حكه يعني على متحسسات بيها. الشغله مالتك تحسسات بيها يعني كان يكون بنزين سنر من هاي الامور. اي اوكي يعني وخر المسبب حتى تختفي. وخرت عنهن بس بعد لازمه بيها. لحد اليوم صار لي اربع ايام بالبيت لحد هسه بعدي. ابو سجاد الله بالخير يعني انت اكيد صار لك اشهر ما ادري سنين تتعرض لهي المواد يعني تريدها أيوة باربع ايام تختفي اكيد ما يلحق جسمك انه هو ينضف يعني ما يحتاج قصدي يعني مثل تحاليل كبد قلب شغلات شرايين ابو سجاد فقط اللي احنا ننصح بيها اذا هو عندك انت حضرتك سكري او لا سكر ما عندي مرات يعني في الجندس ابو صفار ممكن يسوي ممكن يعني انت بس فقط يحتاج لك تحاليل عامه حتى تشيك فقط يعني احنا بصراحه طبعا اول شيء لازم تراجع طبيب مختص بالحاله مالتك لان هي طبيب جلديه ويحتاج التحاليل اللي هو يطلبها من عندك بصراحه بس يعني كحاله تخص امراض القلب بعيده عن هذا الشيء فحاول تطمن على الشيء هذا امراض القلب بعيده عن هالشيء هذا يعني افضل شيء هو هذا يعني اراجع دكتور افضل يعني أفضل. بارك الله فيك دكتور رحم الله والديك شكرا لاتصالك يا هلا ابو سجاد يا هلا ممكن انه الشخص اللي عنده بدايه تصلب شرايين نعم وما تبين عليه اعراض الا لما تصير عنده ذبحه صدريه اي ممكن احنا هنا خلي يعني نقول شغله احنا قبل شوي قلناها انه المريض ممكن يحس باعراض معينه يعني الاعراض نموذجيه ممكن تجي لبعض المرضى لكن في بعض الاحيان مرضى معينين راح نذكرهم انه احنا نسميها يجي سايلنت تشيست بين يعني الم صدر مختفي ما يحس به اصلا يعني وبالتالي ممكن يصيب بازمه قلبيه سواء كانت يعني سكتة قلبية أو غيرها بدون ما يحس بها خصوصا يعني مرضى السكري طبعا يعني ممكن على فجأة نلقاه خلص واقع بالضبط هو بدون مرضى السكري هم يكونون الكبار بالعمر ومرضى السكري يكونون أكثر عرضة بالسكتات القلبية أو الذبحات الصدرية بدون ما يحس بها بحيث من يجي راجع ورا فترة تقريبا 10 سنين هو ما ملتزم من تسوي له التخطيط الكهربائي وتلقى التغيرات يا ابو الحج عندك انت مثلا سابقا عندك هاي التغيرات يقول لا والله ما عندي هو ما يدري بيها صايره عده وراحه ولذلك دائما ننصح المرضى بالمتابعه الدوريه خصوصا المرضى اللي عندهم امراض مزمنه ضغط والسكري جدا جدا مهم انه يراجع اوكي يعني مريض الامراض المزمنه لازم اكون عنده اكيد مراجعه دوريه هذه متين معتها بالنسبه للي ما يعاني من امراض مزمنه من يا عمر يبدي يسوي هاي الفحوصات الروتينيه هذا السؤال كلش حلو طبعا احنا دائما احنا نقول لهم انه يعني هو المرض ما يبدي من عمر الخمسين أو الستين لأنه هو المريض يجينا من مثل ما يقولون من يحس بالأعراض بس هي الأعراض تبدي بمراحل مبكرة يعني إذا المريض عنده تاريخ مرضي عائلي من يعاني من السكر والضغط أهله مثل يعانون بها أو عندهم ذبحات صدرية سابقة أو سكتات قلبية هنا ننصح المريض بعمر مبكرة حتى لو يبدي من 30 نسوي تحاليل على الأقل بشكل دوري يعني مثلا تحاليل السكري تابع الضغط مالته بصوره دوريه هذا ضروري بالنسبه له حتى يقدر يعرف انه اكو عوامل خطوره عليه بالضبط حتى ياخذ احتياطاته ونعرف شلون احنا نتابعه يا المستقبل ويانا اتصال الو الو وياك يا هلا محيدر تفضلي شنو سؤالك اهلا والله والديت حبيبتي ثاني مريضه وعندي زلالي برجلي يا ورم شو اسوي لي ايش قد عمرك اليوم انا عمري 62 زين شنو الامراض المزمنه اللي عندك أنا هنا عندي ما عندي بس وفان مزمن وهاي هي وعندي أنا هذا رجلي رحت لأي دكتور رجلي مرمات وزلال عندي القدم ما رجش مرمى؟ إي والله زين مشكلة بالكلى ما عندك مشكلة بالقلب ما عندك؟ أنا ما عندي مشكلة بالقلب بس عندي كلى من زمان سويت لها عملية كنت شنية؟ عملية كنت مسوية للكلى ما بيها شيء ثاني شنو هي العملية اللي سويتيها للكلى؟ الحصو ما الحصو ها أوكي دكتور شنو تسألها على هذه التورم القلب؟ هنا أنا يعني دي يصير عندها إنه تورم بالرجل خصوصاً بالقدم يعني إحنا هنا نسألها أول مرة يعني إنه دي يصير طبع برجليها يعني من تلبس العفو الجاروب مالتها دي تبقى طبع أثرها من تنزعها حجية قلبي إنه من تلبسين عفو الجواريب مثلاً وتنزعيها بعدين تشوفين أكو صاير أثر؟ اي والله اكو هذا يعني في الورم صاعد عليه من فوق ركبتي وهن هسه منه يعني منه حاطين له هاي هسه هن يعني شلون النمير ينزل بالجفوف مالته تسمعني اذا احكي وياها اي تسمعني ام حيدر السلام عليكم احنا بس احنا نريد نسالك كم سؤال انت حضرتك متعاني من امراض بالقلب
ما عندك خنق يصير. ام حيدر عيوني ليش شاش الدكتور ده تسمعي قلبي ده يقول لك انه انت مثلا عندك خنق بالنفس عيني ده يقول لك تختنقين بالنفس مالتش لو لا اي والله تختنقين اي والله من تنام من تنام بالليل يعني تحتاج انه خلينا نقول اكثر من مخده تنام عليها حتى من انام بالليل اي كم مخده تنامين عليها انا مخده من هاي الديباج يعني عاليه ناصيه لا والله ناقص يا يمه اوكي ايه. وما تكعرش هاي الخنقه مالتش من النوم لا والله انا بس من امشي ما اقدر امشي يعني اختنق اوكي تمام يعني زي. احنا هنا الحجيه تقريبا تعطينا الاعراض مالتها العفو انه على الاغلب هي اعراض قلبيه فيحتاج لها مراجعه بصراحه هنا يحتاج لها تحاليل يحتاج لها تخطيط للقلب يحتاج لها ايكو ممكن حتى تشيك الضغط مالتها لازم تشوفها خاف لا اكو ارتفاع به ممكن السكر لا سمح الله اذا اكو تاريخ مرضي بصراحه يحتاج لها يعني مراجعه مؤسسه صحيه على الاقل استشاريه حتى تشوف الطبيب الاخصائي الاستشاري حتى يكتب لها التحاليل مضبوطه أوكي. ممكن تكون سببها القلب ممكن لازم تراجع عليه حجيه قلبي سمعتي دكتور انه انت هسه لازم تراجعين طبيب قلبيه يشيك لك تحاليل كامله تخطيط ايكو للقلب اوكي على مود انه اخاف اكو مشكله لا سمح الله لان انت اذا تنطين اعراض ما مشكله بالقلب حتى التورم مال القدم مرات اكو له علاقه بمشاكل القلب مضبوط. تمام عزيزتي صحه وعافيه فاصل قصير مشاهدينا وبعدها راجعين باذن الله بكم مشاهدينا مرة أخرى دكتور علي راجعين ويا حضرتك وأرد أرجع ويا هذه الصورة بصراحة شو أني يعني حبيت إنه تشرحها أكثر للناس اللي دي يشوف إنه أكو منطقة صار لونها على بنفسجي بالقلب صحيح. هو القلب كله أحمر لكن هاي المنطقة اللي إحنا مأشرين جوا المكان اللي صار به تضيق صحيح. هذه شنو معناها هذه هنا إنه معناتها هذه المنطقة المأشرة بالدائرة السوداء هاي معناتها أكو صار تضيق بال مثل ما قلنا بالدم الواصل للقلب اللي هذه المنطقه البنفسجيه اللي صار معناته الضرر صار بهذه العضله هذا الضرر طبعا ممكن يكون انه اذا لحقنا عليه بالبدايه ممكن يرجع خصوصا باول ساعه او ساعتين واذا ما لحقنا عليه ممكن يكون يعني خلل دائمي بعدين ممكن يؤدي الى عجز بالقلب فلذلك دائما احنا نحرص انه المرضى نعرفهم بالاعراض شنو حتى قدر الامكان يراجع المؤسسه الصحيه باقرب وقت هو احنا يعني دكتور بالمعروف انه بامراض القلب عامل الوقت جدا مهم بالضبط. ممكن ينقذ لك حياه المريض بالضبط. وممكن حتى يغير تبعات المرض احنا دائما نقول يمكن دكتور يعني شاطرين كلام انه دائما نقول تايمز مينز مسل هاي بالميديسن احنا عندنا بالباطنيه انه الوقت معناته عضله وش قد ما تتاخر وش قد ما تفقد عضله كثير بالضبط فدائما نحاول نقول لهم ان تصير عندك الاعراض اللي احنا ممكن نحكيها بعد شوي حتى يفهمهم عليها انه لازم تراجع المؤسسه الصحيه باقرب وقت ممكن عاشت ايدك ويانا اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا بحسين تفضل ابو حسين من بغداد العفو تفضل شنو سؤالك سؤالي عن قضيه القلب صوتي متصل عندي وزن زايد وزن زايد اي بلي بس اسمعك اخوي تفضل عمري 40 سنة نعم وعندي وزن زايد ابعد من النوم الخفقان عندي كلش قوي اوكي ايش قد وزنك 110 ايش قد وزنك اخوي وزني تقريبا اكثر من 110 اكثر من 110 اوكي زين عندك امراض مزمنه لو لا ضغط عندي اخذ له علاج مسيطر عليه بالعلاج نعم بس سكر الخفقان بس هاي الحاله ابعد من النوم الخفقان كلش قوي اول ما اقعد من النوم دايزه يعني 110 115
هذا التسارع بدقات القلب. نعم. واكو عنده بدانه. صحيح. طبعا هنا دائما احنا نوصل المريض من يكون عندك تحس بخفقان خلينا نقول او تسارع بنبض ذروات القلب، هنا لازم نعرف هل هذا التسارع منتظم او غير منتظم. طبعا هو ما راح يقدر يعرف، يعني هو انت تجيك مثلا يعني على شكل خفقات او احنا نقول تجيك ضربات قويه او مجرد انه تسارع، هذا التسارع لازم يسوي له تخطيط قلب، لازم يشوف طبيب عليه، لان ممكن يكون هذا يعني اسم الله انه مجرد خفقان بسيط او ممكن يكون ارتجاف اذيني لا سمح الله، لذلك يطلب انه يشوف طبيب حتى يقدر يسوي له التخطيط المطلوب حتى نعرف شنو نوع هذا الخفقان. ضروري جدا طبعا. يعني ايضا الضغط ضروري جدا يكون محافظ عليه، لانه راح يسبب تضيق بالشرايين ويؤدي الى جهد على القلب وممكن يزيد من الخفقان. نعم. يعني نسبه الدم هم ضروريه لازم. إيه ابو حسين انت متابع ويا طبيب قلبيه اكيد لو لا؟ طبعا اكيد. تمام. هسه سمعت الدكتور شنو قال لك؟ اكو فحوصات انه انت لازم تسويها، يعني لازم تشيك وضعيه القلب مالتك، لانه اخاف لا سمح الله من هذه شغله الارتجاف اللي ممكن تصير بالاذين او البطين. اوكي. هو هسه بالنهار ماكو شيء، يعني بس من بعد من النوم اني يدق القلب اكثر من 110. زين دائما انت تقعد انت ومرتاح لو مثلا تقعد انت وفاز او انت ومستعجل؟ لا طبيعي يعني. هو بعد من النوم، اول ما بعد من النوم افحص الضغط مالتي، الضغط طبيعي بس الخفقان عالي. انت اذا تشعر بهاي دقات القلب السريعه لو بس مجرد على طبعا بالنبض لازم تشيك نسبه الدم، لا ممكن يكون عنده انه فقر بالدم هم يسبب تسارع نبضات ضربات القلب. أوكي. فيحتاج ايضا تشيك نسبه الدم ايش قد تكون مالته، هم لازم يعرفها. اي يعني انت لازم يعني تسوي فحوصات عامه وشغلات تخص القلب ابو حسين. اوكي ان شاء الله. شكرا لاتصالك. صحه وعافيه. اهلا دكتور. الكل معرض لحدوث ذبحه صدريه؟ طبعا اكو عوامل خطوره، مو الكل، احنا عندنا يعني عوامل خطوره، البعض منها يكون اول عامل يكون عامل العمر، اذا يكون انه المريض اكثر من يعني 60 سنه هذا عامل العمر راح يزيد من فرص انه حصول خلينا نقول الحوادث القلبيه، او ممكن يكون اذا المريض يعاني من الضغط او السكري، ممكن انه التدخين، مشروبات الكحوليه، السمنه المفرطه، كلها هذه عوامل ممكن تزيد من خطوره امراض القلب. فلازم نتنبه لها، لازم انه نعرف نسوي بصوره دوريه مراجعه الضغط، الفحوصات السكري، هذني ضروري جدا انه الواحد ينتبه لها، لانه هذول الاشخاص اللي ذكرناهم يكونون اكثر عرضه مثل ما نلاحظ هنا موجوده. اوكي قبل ما نشرح على هذه الصوره. نعم. خلينا ناخذ اتصال. نعم. الو السلام عليكم، تفضل. الو السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، تفضل. ممكن اسال الدكتور بلال احمد؟ طبعا اكيد. دكتور السلام عليكم. حياك الله، كل هلا بك. دكتور انا عمري 49 سنه. نعم. وشغلي كاتب. نعم. نعم، وصار شهرين عندي حاله يعني لاحظها علي. نعم. عندي دقات قلبي يعني احيانا يعني مرات متناوب، يعني تصير دقات قلبي دقات هاجره يعني اكثر من الحد اللازم يعني. نعم. يعني انه احس قلبي اللي يطلع من ضلوعي، يعني احيانا دقات زايد عن اللزوم. نعم. يعني اصعد درجه مثلا احس هاي الحاله. انا ما مراجع طبيب ولا عندي خفقان وما عندي سكر ولا ضغط. تمام. بس لاحظ هاي الحاله عندي صار لها تقريبا شهرين. صار لها شهرين؟ انت العفو مسوي نسبه الدم عندك شايفها ايش قد؟ نعم دكتور. نسبه الدم تعرفها ايش قد مالتك؟ مسوي تحاليل عليها؟ دكتور مدى اسمع. مسوي تحاليل؟ مسوي نسبه دم؟ لا لحد الان مراجعه. كل شيء مسوي يعني. كل شيء مسوي. طبعا انا بس اسالك سؤال واحد اذا هو يسمعني. انه هذه اللي تقول اللي يصير عندي مثل الدقات قلب قويه، تحسها انه دا تضرب يعني وكانما تجيك بين دقه ودقه، او كل 10 دقات تجيك واحده تضرب القلب قوي عندك، تحسها هيك شيء؟ لو منتظمه هاي الدقات القويه. اي دقات قويه دكتور. يعني كلها مستمره، كل الدقات اللي تحس بيها هي قويه، لو مثلا هي قويه تاخذ لها فتره يعني هيك يعني زينه وبعدين تجيك وحده قويه. هي تجيني بين يعني بين فتره وفتره، يعني مثلا كل اسبوع مره. تمام. او كل 10 ايام مره تجيني. تمام. يعني اذا يسمعني هو بصراحه بده يطغي الاعراض، ممكن تكون اعراضه يعني ما ضربات هاجره، وهذه الضربات الهاجره يحتاج لها يعني تشخص عن طريق التخطيط القلب بالضبط، واذا ملك يعني ما قدر يعني يلاحظها عن طريق تخطيط القلب، ممكن اكو جهاز يعني تخطيط مستمر اللي هو الهولتر. نعم. يحطوا لها خلال 24 ساعه يسجل، وكل ما تجي عند الحادث يسجلها حتى يشوفوا لها بعدين. ضروري تراجع عليها، وضروري انه تعرف اذا موجوده او لا، لانه ممكن تاخذ ادويه وتعالج الاسباب مالتها حتى تقضى عليها. نعم. ولا تعوفها بصراحه، ضروري جدا تراجع عليها. نعم. زين دكتور ممكن اسال سؤال اخير للدكتور بلا زحمه؟ اي تفضل. تفضل. رحم الله وجهك. دكتور عندي حاله التعرق، يعني هاي صار لها فتره طويله، يعني من اني وطفل
اتعرق حتى بالشتاء يعني بشكل بحيث اسبح يعني جسمي وملابسي كلها تسبح يعني بالمي حتى فتره الشتاء. تمام. شنو هاي الحاله السبب يعني؟ انت العفو، هنا ضروري جدا انه نحتاج تحليل الغده الدرقيه حتى نتاكد ما عندك زياده بافراز الغده الدرقيه، ضروري جدا والله بصراحه. لانك انت طقيتنا شغلتين تمشوا وياها. بالضبط يعني حالتك اللي تعاني من عندها من خفقان وكذلك الضربات القويه اللي تصير وياها تربط ويا اللي يصير عندك التعرق، لذلك ضروري جدا تسوي تخطيط القلب، ضروري جدا انه تسوي تحاليل الغده الدرقيه حتى تقدر تعرف السبب، ترى ممكن يكون فرط زياده غده درقيه هو السبب اللي يسبب لك هذه الالام والضربات الهاجره. نعم شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك يا هلا اخويا. ويانا اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. السلام ورحمه الله. شلونكم؟ انا شخصياً السلام عليكم. يا هلا بك. كرام حرب من العماره. اهلا وسهلا بك. تفضل شنو سؤالك؟ الدكتور العفو اذا ممكن اتكلم يا دكتور. عندي والدتي عندها عجز بالقلب. نعم تمام. العلاجات اللي تاخذها هسه حاليا الكادريك ابوتينين ونص واللازكس وياها الاسدرك تمام، بس بنفس الوقت قاعد تختنق عندي تمام، لانه عندها تحسس قصبي بالقصبات. نعم. وتختنق قاعد، فننطيها قاعد البريكول علاج لخاخ. نعم. بس مو بالدرجه يعني القويه اللي يشتغل عندها قاعد، انه مثلا هل نسبه السوائل قاعد تصعد عندها بسببها الاختناق او نعم. والعلاجات يعني الافضل من مثل بالضبط. نعم. هي الحجية اولا عندها ربو سابق مشخصه بازمه ربويه صايره عندها، ما جاي اسماء عندها ربو قصدي ربو هي. نعم. يعني مزمن وتاخذ لها علاج لو لا يعني هي نعطيناها البريكول هيك يجي كبسول زين وتاخذ. تمام. هو يعني هنا الاعراض بصراحه من اللي يقول تختنق هنا عندنا سببين، هي اصلا عندها عجز القلب اللي ممكن يسبب اللي هم يسوي هذا بالضبط يسبب الاختناق والربو. هنا نحتاج نعرف انه هي دا تقعد بالليل مختنقه دا يصير عندها انه اختناق هي مثلا قاعده مرات او مثلا يعني عندها تنام راس عندها تختنق فتضطر تقعد يصير عندها هيك شيء. انا ما جاي اسمعكم العفو بصوت واضح هذاكم من خلال التلفزيون. هذا لا مو احنا كم سؤال اريد نسالك انه هذا الاختناق. نعم. او هذا الاحساس اللي تحسه. نعم. لما هي نايمه ودا يقعدها من النوم لو لما هي وقاعده لو لما تشتغل وش وقت تتعرض للغبار شنو اللي يصير؟ يعني على الاغلب انه هي مثلا من تنام من تقعد او هيك يصير عندها هيك الاختناق. وثاني العلاجات اللي بدي اسال الدكتور علاجات الحساسيه. نعم. مثل ما تاخذها الحجيه انه ياثر عليها على العجز مالته؟ علاجات الحساسيه تاثر عليها ما راح تاثر اذا هي محتاجتها، لان احنا هنا عندنا عوامل خطوره وعوامل فائده نحسبها ونحسب يعني ايش قد الفائده من عندها. نعم. بصراحه ما تقدر تقطعها لانه احنا بالبدايه لازم نتاكد هل انه هذه الخنقه اللي موجوده عندها تصير بسبب عجز القلب ولا تصير بسبب انه الازمات الربويه اللي تجي عندها. يعني هي لازم تروح تراجع حس طبيبها مال القلب ضروري، وممكن حتى تسوي وظائف رئه اذا هي بالحاله اللي صار عندها يعني احنا نسموها وسوسه بالصدر مثلا. هاي نعم. علامات كليتها مالربو ازمه ربويه ممكن تصير اذا صار عندها يعني وسوسه بالصدر او هيك شيء مثل دي صوت. نعم بالضبط. بس مرات دكتور مثلا عندها يصير تحسس بالايد مثلا نتيجه انه غسل زاهي او هيك شيء تعرف يصير شلون تحسس بايدها تاخذ علاجات مال حساسيه. نعم. هل يا ترى تاثير العلاجات مال الحساسيه اللي تاخذها للحكه الايد او هيك لها تاثير على العجز؟ على العجز بحد ذاته هو يعني اكو بعض احنا يعني سؤال حلو طبعا عاده يعني يعطون توبيكال ستيرويد اذا بايديها مرات يكون مرات يعني مرهم كافي عليها. هو مرات يعطون هو حكايته حلوه يعني واكو بيها شغله يعني علميه انه مرات يعطون بعض المرضى مضادات الهستامين انتي هستامين مثل الالارمين واللوراتيدين. طبعا هذين يسوون كيوتي برولانجيشن بالاي سي جي يعني بالتخطيط القلبي تلاحظ عليها تغيرات ممكن يعني تسبب بعض الاضرار بالقلب. ولذلك هذا اكيد لازم يقول للطبيب لما بالضبط بالضبط لازم من يروح يقول للمريض المختص يا انت دكتور اني عندنا امراض بالقلب واحنا بدنا ناخذ احنا المضادات الهستامين على مود هذا التحسس، لانه حتى يكون عنده علم من يصرف ادويه ثانيه ما يصير تداخلات بينات تداخلات دوائيه. ضروري أوكي. جدا انه تبلغ الطبيب مال القلبيه مالتها بس كتعارض ويا الحاله ما تتعارض بس تسوي هاي التغيرات اللي احنا لازم التغيرات بالضبط يعني لازم ينطي خبر بها لانه من يصير اكثر من دواء ممكن يتعارض بعدين زي. فاحنا لازم نقلل قدر الامكانات الادويه اللي تتعارض ويا القلب. هاي الفكره من عندنا دكتور العفو لو دوختكم المراجعه الدوريه اذا اريد كل فتره قد يعني تقريبا للمريض اذا المريض الحاله مستقره. نعم. هي للحجيه مثلا كل قد لازم يوديها اذا الحجيه حالتها مستقره
لازم تكون من 6 شهور الى سنه، لكن اذا كانت انه الحاله غير مستقره خصوصا بالوقت الحالي انت عندك حجيه يصير عندها ضيق بالنفس باشر لازم لازم, لازم باشر بالضبط نعم. تروح لهم لانه ضروري جدا تراجع المستشفى، بس اذا مستقره لا غير شيء. اوكي تمام، شكرا لاتصالك يا هلا اخويا. ويانا اتصال. الو الو، السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. يا هلا حضرتك، تفضل، شنو سؤالك؟ العفو بلا زحمه. انا يصير عندي احتقان بالانف، فكنت استخدم له قطرات الاوتريفين زين، كانت فتره تروح من عندي، بس هسه بالوقت الحالي قامت تزيد بالزايد، يعني صار عندي احتقان زايد زين، فقمت ما اقدر انام اذا ما اخذ القطرات مال الاحتقان زين. هاي نقطه. النقطه الثانيه، هسه بالفتره الاخيره قام يصير عندي اختناق، يعني انا ونايم فجاه اختنق واقعد من النوم. يعني ايش قد عمرك؟ يعني انا عمري 36 37 عام. زين اوكي، هذا الاوتورفين اللي كنت تستخدمه ايش قد كنت تبقى عليه وايش قد تخلي من عنده؟ يعني بس فتره النوم حتى اقدر انام، لان يعني بالنهار ما استخدمه انا حتى لو قش ممزوج. كم يوم كم يوم بقيت عليه؟ هو اني هذا اللي اسال، لانه هو خرب اكيد الميكوزا مال الانف مالته، غير من البيئه الموجوده بالضبط. ايش قد باقي عليه انت؟ اشهر، سنين، ايام؟ والله هاي تقريبا راح يصير سنتين تقريبا على هالوضعيه. انت يعني ماكو هاي الطبقه المخاطيه اللي بداخل الانف، انت لعبت بها طوبه بهاي الاوتورفين اللي صار لك سنتين عليها. بالضبط بالضبط. يعني شنو اتوجه هسه؟ يعني شنو الاجراء اللي اقدر اخذه انا؟ اي طبيب اتجه يعني؟ بالضبط، انت هسه بالوقت الحالي انت يعني اكو خطا صار طبي نتيجه انه يعني جزء مساله هو خطأ طبي. او شيء هذا هو رايح ماخذها، هو بالضبط ماخذ خطا من عنده طبعا. هو هذا صاير من عنده. انت يحتاج كان المفروض تسال انه ايش قد اطول بيها. طبعا هي هاي احنا دائما نقول لهم الابره العفو القطرات ما يطول اكثر من 5 ايام. مو هي هاي المشكله انه هذه الادويه اللي تصرف بدون وصفه طبيه، لان هو انا متاكده حتى اللي راح اشتراها من عنده بالصيدليه جزء هو ما يعرف هاي المعلومه. صحيح فيعني احنا ما نقول. انا كنت اقراها الصراحه، انا كنت اقراها هذه المعلومه انه ما تتجاوز الخمس ايام. لا ليش سويتها سنتين؟ اي بس صار اهمال عندي. شوف يعني بالضبط. انا ما عندي دوام ودائره وما اقدر اراجع اطباء. اكو بدائل، اكو بدائل اكثر امنه، يعني اكو قطرات هي نفسها الاوتورفين بس تاخذها المحلول الملحي. صحيح. اوكي؟ اللي هي مال اطفال او مال مكتوب عليها للرضع. اوكي هذه ما تاثر لو ايش قد ما تبقى عليها. هو يحتاج طبعا انف واذن حنجره بالوقت الحالي، لازم يشوفها لانه يسوي لك منظار، يشوف الاغشيه الداخليه شنو اللي صاير بها، ويتاكد من اكو اسباب لا سمح الله اذا اكو جيوب انفيه او غيرها، حتى يقدر يعالجك اياها بصوره صحيحه، وممكن يعطيك البدائل حتى تقدر تعوفها وتقدر تراقب وضعك. يوخر هذا الاحتقان اللي صار اصلا عندك بالانسجه نتيجه هذا الاستعمال، يعني انت تدري شنو هو؟ مو كان المكان اصلا محتقن بالاستعمال الطويل مال هذه القطره، خليت المكان يتهيج بعد اكثر النسيج مالته، فبالتالي ورم اكثر، فصارت المشكله عندك بعد اكثر. فانت هسه تقول يعني هسه قمت تحت الاختناق، الاختناق الجديد يصير عندي بسبب هذه القطرات؟ ممكن، كلش ممكن، فتروح عند طبيب انف واذن وحنجره يفحص لك الانف ويشوف لك الانسجه الداخليه ايش صاير بيها. تمام، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا، شكرا لاتصالك. ويانا اتصال. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا بلا الرحماني، اشكو من خفقان بالقلب. نعم، ايش قد عمرك عباس؟ انا عمري 44. عندك امراض مزمنه؟ لا اي، كان عند الضغط يصعد وينزل مرات، بس هسه الحمد لله استقر الضغط مالتي. استقر بعلاج لو بدون علاج؟ اي جاي اخذ علاج. اوكي، وتحاليل فحوصات دهون ما دهون مسوي؟ سويت اي، سويت تحليل مال دهون، طلعت عند الدهون الثلاثيه 313. 313 شو الترايجليسرايد؟ نعم. اوكي وايد زين، شنو تسوي؟ وسويت فحص هولتر. اي هولتر؟ الهولتر مالتي يقول عندك بالعضله الانقباضيه مال القلب، يعني يصير عندك مرات صعود وانخفاض. فايش قال لك الدكتور؟ الدكتور هسه قال لي يستمر على العلاج حاليا. تمام تمام. طبعا انت يعني على على هاي الدهون الثلاثيه كلش عاليه، انت تعاني من سمنه؟ عندك زياده بالوزن؟ لا والله مو سمنه، انا ضعيف. تمام تمام تمام. يعني انت حضرتك قلت لي بس الامراض المزمنه انه عندك ضغط. تاريخ الضغط مال نوبات يعني يصعد يعلق، نوبات لا ينزل. تمام، تاريخ عائلي يعني ينزل نزول يعني 11 على 7 يصير 11 على 5 يعني هذا طبيعي يصير معناها. اوكي اي، والخفقان مرات يصعد عند 145 او 120، يعني بالايام الاعتياديه يبقى 90 80 85. بالجهد بدون جهد؟ اي بمرات بالجهد، يعني ما اقدر هسه انا قاعد يعني حاليا. يعني حتى بدون جهد يصعد عندك؟ يصعد عندك هذا الخفقان؟ اي مرات من انام يعني حتى من احط راسي على المخده يصير عندي خفقان. عفوا، ما يصير عندك تعرق؟
اي التعرق يصير عندي حتى بالشتاء انت وقاعد مثلا عدت اي بالشتاء مرات فيها العفو خاصه تعرق بالشف رجلي تمام يصير عندك تغيرات مثلا يعني العفو اسهال او امساك او غيرها اي صحيح تمام شوف انه انت اللي تعاني من عند هذا خفقان ويا هاي التغيرات اللي تصير عند حضرتك ممكن ايضا احنا نرجع ونقول هاي تغيرات انه صاحب الغده الدرقيه زياده افراز الغده الدرقيه توسع اسمها الغده الدرقيه تمام اي شونه اي نظيف كل شيء ما بي كل شيء ما بي اي ما بي شيء جيد جدا زين الضغط مالتك انت قلت لي ما مستقر مرات يصعد ومرات ينزل اي نوبات يصعد نوبات ينزل زين نسبه الدم طبيعيه عندك نسبه الدم طبيعيه جيد جدا انت تحتاج هنا بصراحه انه اهم عامل اللي عندك السيطره عليه هو الضغط نفسه لازم الضغط مالتك العلاج مالتك مو شرط انه نفسه تبقى عليه ممكن يتغير لازم تحت اشراف الطبيب يعني مختص حتى تقدر تحافظ عليه حتى اي بس انا من شفت حضراتكم يوم تحكون عليه قلت ومرات يصير عنده الم بصدري الم بالصدر الالم هذا يكون بمنطقه الصدر بالضبط يضرب على غير مكان يضربه بالكتف بالكتف اي زين يصير عندك وياها تعرق هي بنفس الوقت هذا مال الالم ايوه تعرق صحيح يصير وما تروح للطبيب ولا تروح ضروري جدا ضروري جدا مراجعه طبيب مختص يحتاج لك تخطيط باسرع وقت ممكن يعني بصراحه مو بس انا التخطيط كل ما اسوي يقول ما عندك شيء لا بوقت اللي تصير عندك هاي الالام وتروح ورا لا نضيف لك نضيف لك يعني وقت الالم اروح نضيف لك تروح للمستشفى العفو نضيف لك معلومه اذا تصير عندك فقط انه باوقات محدده هاي احنا قبل شويه شرحناها انه يسموها الجلطه القلبيه المستقره ممكن من حاله الارتياح انت من مرتاح ويسوي لك التخطيط ما تطلع لذلك احنا نسوي لهم تخطيط جهد اللي هو TNT ضروري جدا يحتاج لك تخطيط جهد نعم عباس نعم صحيح لازم تسويها حتى يعني تتاكد موجوده هاي التغيرات بتطلع ويا الجهد او لا ترى مرات ما يطلع الحاله يعني حتى بالليل يعني مرات تصير عندي خنقه هيك ضيق نفس يصير عندي بيها إيه هاي لازم من تصير لك رأسا تروح لأقرب مستشفى لك طبعا بالمناسبة عندي في التعليق على شغلتين هو قالها أولا قال أنا ضغط مسيطر عليه أنت ما مسيطر عليه ما دام تقول لي مرة صاعد مرة نازل يعني هذا مو مسيطر عليه فأكو مشكلة معناها بالعلاج اللي تتاخذه ثانيا هو قال بس ضغط فإنه أنت كأنه مستهين بالضغط اللي عندك ترى الضغط هو يعني مفتاح لي ممكن حتى للوفاة إنه لا سامح الله يعني إذا أنه ما سيطر عليه يسوي لك الذبحة والجلطة والسكتة الدماغية والجلطة الدماغية أوكي فكل شيء يبارك من عندك أوكي يعني أنا قلت لك يعني نوبات حتى من أصير زين أشوف العلاجة تركه ورا يوم أنا ثلاث أيام تنكسر يعني هذا صارت ثلاث شغلات عليك عباس يعني فتروح لازم للطبيب ترتب الأمور مالتك مال العلاج أوكي أنا ممنون منكم يا هلا بيك شكرا لاتصالك ويانا اتصال الله يسلمك يا هلا بيك ويانا اتصال آخر ألو عليكم السلام يا هلا أبو جاسم تفضل دكتورة عندي زوجتي عمرها 36 سنة نعم يصير مرات يوصل أنا شوية حالة عصبية لو شيء يصير خدر الجهة اليمنى يعني من المتين رجلها ومن تروح من عندها يصير بها شلون الطقعة هيك دائرية برجلها بإيدها شلون يعني زين حرق دم هيك اوكي توديها أنت بوقتها المستشفى ولا لا؟ احنا بوقتها رحنا للدكتور قلبية قال ما عندها مشاكل بالقلب كنا خاف مثلا بداية جلطة ذبحة شيء زين اي وبعد يعني انت تروح من عند الحاله مثلا شويه مال عصبيه تستقر وضعيتها اني هو من قال بالبدايه زين من قال باراسيزيا قلت هذه اتش او اس بس من قال اكو ايكيموسيس قلت لا يجوز اكو فتشي يعني هو ممكن اكو اسباب يعني لها علاقه بالدم اذا اكو ايكيموسيس طبعا هي اغلب الامراض القلبيه ما تسبب انه تغيرات او طفح او غيرها من الاشياء هذني الا القليل من عندها يعني طبعا بس اذا هي تعاني من خدر دي سرعه مثلا نروح دكتور مثلا اختصاص في هذا المجال مثلا حتى نعم شي يراجع طبيب اختصاص هو ضروري طبيب الباطنيه لازم يراجع حتى يشيك الحاله العامه مالتها ويسوي لها تحاليل بصراحه يعني عامه حتى يعرف شو الحاله اللي تصير عندها ممكن بحاله التوتر احنا قلناها قبل شوي واحده من الانواع اللي هي قلنا يعني احنا نستغلها فرصه بس هي مو شرط عندها طبعا انه نعم. يصير تقلص بالشرايين التاجيه اللي هي الذبحه الصدريه المتغيره اللي هي البرزمتال ممكن يصير خصوصا عند النساء يعني بحاله التوتر والعصبيه وغيرها من يدخل بالقسطرة اللي كل شيء ماكو يعني بصراحة مو شرط هي عندها بصراحة نعم. بس هي واحدة من الأنواع بس يعني هسه هي لازم يعني هو رايح طبيب قلبي ومطمنه خلاص يعوف الموضوع يعني هو حاليا الموضوع بأنه إذا مسوي تخاطيط ومسوي تحاليل طبيعية المفروض إذا تظهر الحالة عندها مرة ثانية المفروض يراجع عليها أوكي من تتكرر الأزمة كون أنت بوقتها توديها للمستشفى يعني مو تنتظر ورمال الحالة أنه تستقر
يا هلا بحضرتك، شكرا لاتصالك. دكتور ارجع ويا حضرتك على ملخص الاسباب. العمر هو صحيح. سبب رئيسي. احنا قلناها بالبدايه، واحده من اهم الاسباب انه التقدم في العمر. كذلك عندنا احنا في بعض الاحيان انه الامراض المزمنه مثل السكري غير منتظم، عندهم سكري ويقول انا دكتور ما اخذ يعني علاجات اقدر انا اسيطر عليه، الضغط الغير مستقر، السمنه المفرطه، تناول المشروبات الكحوليه، ممكن يعني بعيد عن سبب المخدرات وغيرها همينه، ممكن تسبب تضيقات بالشرايين التاجيه ايضا. نعم. هاي كلها من العوامل اللي ممكن تزيد من الخطر. طبعا المشكله دكتور يعني هذه العوامل مال الخطر يعني اغلبها صارت جزء اساسي من كلنا. صحيح. يعني هسه مثلا احنا هنا كاتبين طعام بدهون مشبعه او مثلا تدخين، الضغط العصبي، البدانه، صارت شغلات يعني لو نسوي احصائيه يمكن بالضبط. يعني خلينا نشوف 3/4 الناس هم عندهم هاي عوامل خطر. مضبوط جدا. احنا دائما نقول لهم انت مو من تجيني بعمر الخمسين والاربعين راح تبدي تسوي رياضه، لازم انت من عمر يعني مبكر حتى يبدي من عمر المراهقه وقبلها اصلا، انه دائما لازم الاهل يحافظون عليه من هو صغير، ياكل صحي، يبتعد عن الدهون المشبعه وغيرها، ومن يكبر ايضا يمارس الرياضه بانتظام، يعني خلينا نقول على الاقل تقدير 30 دقيقه يوميا لمده 5 أيام في الاسبوع، الابتعاد عن الاكلات المشبعه بالدهون، الابتعاد عن الاملاح، الاكثار بالخضروات والفواكه، ضروريه جدا هذه. السمنه يعني نحاول دائما نراقب الوزن مالتنا، نشوف الوزن ايش قد عندنا. كذلك اذا كانت عندنا امراض مزمنه مثل السكري او الضغط لازم نتابع بصوره دوريه، نشيك الضغط مالتنا، نشوف اخو ما دا يصعد، ناخذ ادويتنا بانتظام. هذه من الاشياء الضروريه بصراحه يعني. تمام اوكي. هذه بالنسبه قلنا دكتور العوامل الخطر او للاسباب. نعم. زين اذا ارتجي للاعراض اللي راح يعاني من عندها المريض اللي مصاب بذبحه صدريه، طبعا بس هذه نعلق عليها الصوره قبل ما نسولف بالاعراض. نعم. اكو عندنا ممكن انسداد بشرايين الرئه. صحيح. ممكن تضخم عضله القلب، يعني خلينا نقول هذه اسباب باطنيه اخرى. صحيح. هسه هذه الشيء اللي حكينا عليها هي الاسباب عوامل الخطر للناس العاديين اللي بالضبط. اي واحد ممكن يكونها، لكن هذا مريض بامراض معينه ممكن يحول او يتحول الى مريض ذبحه صدريه. صحيح. عند ضيق بالصمام الابهر. بالضبط. ضيق بالصمام الابهر، التهابات الغشاء الخارجي للقلب، ممكن تمزق بجدران الشريان اللي هو الاورتي هذا احنا نحكي به. نعم. هذني اشياء ضروريه لازم يفوت. تضخم عضله القلب ايضا. يعني هي الذبحه الصدريه ممكن هي اساسا تصير مرض بحد ذاتها او ممكن تصير نتيجه امراض اخرى. صحيح. موجوده. صحيح. تجي كعرض ثاني شيء ثاني. أوكي. صحيح. زين. الأعراض اللي راح يعاني من عندها مريض الذبحة الصدرية، الأعراض المثالية. الأعراض المثالية إحنا دائما نقول له إنه المريض يجي يشتكي من ألم في منطقة الصدر تحت عظمة القص اللي إحنا نسميه retrosternal chest pain. نعم. هذا الألم في بعض الأحيان نقول له نصف إنه يقول يعصرني، ممكن يجي بشكل ثقل يحس عليها، ممكن إنه يضيق بالتنفس، في بعض الأحيان إنه يضرب على الجهتين، ينتقل هذا الألم يضرب على الجهة اليسرى بالأغلب الأحيان. نعم. ممكن إنه يصير عنده ألم بالأكتاف، أيضا ممكن يصير عنده أسفل الحنش الألم، أو يضرب بالظهر. هاي وحدة، هاي الأعراض المثالية خلينا نقول للألم بالصدر. كذلك تصاحبها ممكن يكون عنده غثيان أو تقيؤ، يعني لما نفس ممكن العفو يعني يتقيأ، كذلك يصير عنده تعرق. في بعض الأحيان يجي المريض دوار يشعر بها، شحوب الوجه يصير عنده. هذني الأعراض ممكن يجي بها المريض، مو كلهن ممكن يجي بها المريض طبعا، ممكن يجي بعض من عندها، ممكن يجي الأعراض النموذجية، ممكن يجي الأعراض غير نموذجية، أو ممكن يجي أصلا بلا أعراض تكتشفها يعني بالتخطيط. صدق. بالضبط. شلون قلناها قبل شوية، هذه العمود يعني أنه تبقى ببال الناس اللي تحكي عليه، براسه راح يحس أنه أكو صداع أو بالضبط. جسمه راح يحسه تعبان، راح يحس تعبان بالضبط، انه حتى يحس بعض الاحيان يعني يحس فد مثل نقول لعبان نفس، تقيؤ، غثيان، يحس ما بي حيل. نعم. يعني بعض المرضى يجون الكبار بالعمر هم اللي احنا قلنا عليهم اللي هم عندهم امراض مزمنه مثل السكري، ما يعاني من اي شيء، حتى الألم يقول لك عدل هو ما يحس به اصلا. فمجرد يجي يقول انا عندي مثلا ضيق بالتنفس، او مو ضيق بالتنفس، يجي مثلا عنده غثيان وتقيؤ فقط ويعاني من تعرق، تشوف شحوب الوجه عنده او الدوار عنده في بعض الاحيان. فمن تجي تشوفه تلقى المريض وسوي له تخطيط القلب، تلقى انه عنده علامات ذبحه صدريه او ازمه قلبيه خلينا نقول يعني. اوكي. أي. الالم العاصر الضاغط مثل ما قلت لي حضرتك. اوكي. وبالنسبه ممكن يحس بالم قلنا بالفك او بالعنق بالذراع، وممكن يصير عنده نفس قصير او تعرق بارد. هذه وحده من العلامات المهمه همين اللي احنا اساسا نشوفها على المريض. دائما المرات نسمعها انه من يجينا مريض الذبحه على قولتك انه ما يقول مثلا اشكو من الم او فتشي، وصف لي الارهاق مالته يقول حسيت انه روحي بايده.
صحيح. او انه يعني ما بيه حيل انه اصلا يتحرك. ومرات دكتور اكيد توافقني رايي نشوف دائما مريض الذبحه الصدريه نلقاه واقف منتجي بالطوارئ على الحائط. صحيح. هاي دائما نقولها انه مريض الذبحه الصدريه نون كومبلينر ما يشتكي خطيه، تلقاه واقف على صفحه. صح. ومريض ثاني يعاني مثلا من ارهاق عصبي او شيء يصيح بالطوارئ كليتها. صحيح الحاله بالضبط. اي هاي احنا شايفينها كلش براثات الطوارئ. صحيح. دائما نباوع عليه يعني بالضبط السيناريو انه هو رجال على الاغلب هم رجال بالضبط. زين نشوفهم عمره خلينا نقول يتحملون الالم اكثر بالضبط، وتلقاه واقف هيك منتشي بزاويه براثات الطوارئ. صحيح. وهو منتشي وتلقاه فعلا اكو عنده شو تعرق بارد، شوفوا شحوب. يعني بصراحه احنا دائما نقول نون كومبلينر يعني ما يشتكي فقط. نعم. فهذا من يشوفه تخاف من عنده، هو هذا اكثر شخص تخاف، لانه لا نخاف لا تكون عنده علامات مال سكته قلبيه وازمه قلبيه تصير عنده. بنفس الوقت لازم نشيك الاعراض يعني نحاول نربطها ويا التاريخ المرضي والعائلي مالته. طبعا هذه. نعم. دكتور هاي الصوره اريد بالضبط. كلش الناس هاي ضروريه جدا، هاي من اهم الصور اللي المفروض. نعم. العالم تنتبه عليها وتعرف شلون دي يصير عندهم الالم بالضبط. هنا مواقع الالم يعني تصير عندنا، ممكن احنا مثل ما قلنا روتروسترنال تشيست بين، الم تحت القفص الصدري، هذا واحد من اهم الاسباب طبعا اللي تصير عندنا. كذلك انه هذا الالم ممكن يضرب على الكتف الايسر، هذا من الاعراض النموذجيه اللي تصير عندنا. ممكن امتداده الى الرقبه واعلى الصدر يصير عندهم. ممكن تقول له اذا تسال عن الاعراض يقول دكتور انا اشعر بالالم يضرب على صدري وبين الكتف اكثر شيء يصير عندي، بين لوحه الكتفين بالضبط يرجع على الظهر مالتي. ممكن يكون صار على الكتف ويصير يعني باطن الذراع. باطن الذراع بالضبط يصير عندهم. الفك ممكن احنا قلناها قبل شويه انه ممكن يكون يقول متوني او كتوفي. اي اللي هي ممكن يعني تخفى على الناس، يعني يقول لك هو كتفه ديوجعه او يقول انا شو العلاقه بالقلب. صحيح. شو العلاقه بالقلب بالضبط بالضبط. فهو هاي ضروري انه يعرفها. وممكن هذا الالم كل المكان. بالضبط كل المنطقه ويصير عنده مثل ما قلنا انه غثيان تقيؤ العبء نفس يعني مثل ما يقولون احنا، ويجيك باعراض مال المعده اصلا هي نفسها. فاحنا دائما انه من نسال على الالم من يقول لك مثلا انه بدا بصدري راح تقول انه يضرب على ذراعك. احنا دائما ناخذ تاريخ مرضي مفصل، يعني احنا المريض نريده بس يعرف ذني الاعراض حتى يراجع اقرب مؤسسه صحيه، لان في بعض الاحيان المريض يسالنا دكتور انا شلون اعرف هذا الالم ماتي ذبحه صدريه لو تقلص عضلي. هو المريض بحد ذاته ما مجبور يعرف هذا الشيء، من يصير عنده الالم لازم يراجع اقرب مؤسسه صحيه، الطبيب راح يشوفه، راح ياخذ من عنده تاريخ مرضي مفصل، فحص سريري، يدز على تحاليل دم مثل انزيمات القلب الضروريه وكذلك تخطيط للقلب، واذا احتاجين بعدين اشعات ملونه مثل مفراس وغيرها. يعني احنا المريض من راح يوصلنا هذه بعد راح تتحول شغله يمنا احنا اهم شيء يعرفنا الاعراض. تمام. مو بس هاي اريد يعني تقول للمشاهدين في حال لو شخص خلينا نقول كبير بالعمر او اي شخص كان عانى من واحده من هالاعراض اللي ذكرناها اللي بالبيت وشلون لازم يتصرفون وياه. بالضبط مضبوط جدا. هنا يعني اذا هو المريض احنا خلينا نقول هذا المريض يعرفون عنده ذبحه سابقا لو هاي اول مره تصير عنده. خلينا نقول اول مره. اذا بقول اول مره، اذا المريض هو يعاني من امراض مزمنه سابقه او لا، لازم يعرفون انه هذا المريض عرضه لهذه للاصابه بالذبحه الصدريه. نعم. لازم انه اذا حسوا به صار الم بهالاثناء لازم يرتاح قدر الامكان، ولازم يعني يعني ما نقول يراقبون الضغط مالته، على الاقل اكو احنا نعطيهم احنا نقول اذا اكو حبايه تحت اللسان مرات يحتاجها المريض. لا نقول فد ناس ما عندها خبره للتعامل بهيجي حالات، لازم راسا يروح للطوارئ دكتور. يتصل بالاسعاف، يعني يتصل بالاسعاف باسرع وقت ممكن، لازم يروح هو ما دام مريض خلينا نقول كبير بالعمر وعنده امراض مزمنه، حتى لو كان ما عنده يعني عنده عوامل الخطوره اللي ذكرناها سابقا كتدخين او سمنه او عنده امراض مزمنه، لازم يروح للطوارئ يتوجه لاي مؤسسه صحيه قريبه عنه، ممكن حتى لو ممكن طوارئ، ممكن يكون اكو مركز صحي قريب يمه. نعم. يشوفه طبيب حتى يحلل الحاله مالته، يعني مو يقول هاي اعراض بسيطه وانا اعرفها، لا ما يصير يعرفها ويستهين بها ابدا لا، لانه الازمه القلبيه ممكن تؤدي الى مشاكل اخرى. زين دكتور باخر ثواني ويا الناس، اكو شغلات نقدر نسويها بحياتنا نحافظ مثلا على صحه القلب مالتنا؟ طبعا احنا دائما ننصح المريض هو يعني حتى نحافظ على صحه القلب ما يحتاج انه ندخل بالاعراض او ندخل بالمرض يلا حتى نحافظ عليه. من اهمها انه دائما نسال المريض انه نقول له ابتعد عن الدهون، نبتعد عن الاملاح، نبتعد عن كل ما يضر الدهون المشبعه المهدرجه، كذلك ممارسه الرياضه بانتظام ضروري جدا لحركه الجسم حتى لو مشي. بالضبط مشي، ما نقول احنا هروله او غيرها، لا مشي بسيط. اذا كانت عندك امراض مزمنه لازم تراجع الطبيب باسرع وقت ممكن حتى تحافظ على نسبه السكري او كذلك الضغط، نسبه الكوليسترول مهمه جدا انه حافظ عليها.
ايضا يعني اذا المريض كان يعاني من امراض اخرى لازم يحافظ يعني اسباب وعوامل الخطر لازم انه هو يبتعد. اكيد ضروري جدا. شكرا جزيلا دكتور علي لكل المعلومات اللي قدمتها للمشاهدين، نورتنا يا هلا بحضرتك. الله يخليكم، كل اهلا بكم. يا هلا. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما قال الدكتور، الوقت عامل جدا مهم بالحفاظ على عضله القلب من انه تموت وبالتالي يصير احتشاء بالعضله القلبيه. صحه وسلامه لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالاسابيع المقبله.